عندك غير الاجابه بالسجل، عندنا 100 ستارت اب، 100 ستارت اب بزنس في 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 تونس، وعندنا القابضه هنا ديجا موجوده في كل بلدات تتكون من في اطار جمعيات، وجمعيات اللي هي المساهمين فيها المهمه نتاعهم يلوجوا على الربح نتاعهم، يحبوا يدخلوا شركه مع باحثين ومباشرين. اثناء جمعيه اللي فيها ابل روسي الفورم نتاع الدخول نتاعهم سكون بارتيسيباسيون كيف كي ناس كبيرين فهمتني بارتيسيباسيون روسي في الشركه نتاعك انت. وبخلاف ذلك وتو زدت خلينا نحكي لك عليها بعد شويه، ثم باش نسكروا الكابيتال نتاعنا، ثم لي سيكال، ثم الاعتمادات الدوله، الفبروتي، الصناعه، الفوزداد، الفلاحه، ثم الفونابرا، كوليميتي والارتيزانات، ثم برشا حاجات كيما ثم ريدي، الجماعات الفورماسيون تكنولوجي، الكوميونيكاسيون والانفورماتيك، يا بلان شوز كيما هكا. شوف قبل ما نعطي الكلمه باش نقول لك حاجه برك، شوف ما تقلقوش رواحكم باش تلوجوا تو على الفلوس وانت مازلت في المرحله الاولى نتاع الفكره نتاعك. شوف دير كل مواضيع وكل بالنسبه لكل شيء تو باش مسافر. سي فوز افي ميدي وتجي بعدين ونفس الوقت وهيك الكل موجود هنا باش تخدم معاك المشروع نتاعك وتجوستيفي لو مارشي نتاعك لو بروفيل نتاعك اللي اديكوا سو بروجي، من ثم حتى بالكاج يرد وما ثم حتى مشكل بعدين في تدبير الفلوس حتى ولو انت او ديبار ولا نافي با اكسي لو كابيتو سوفيزون في سكر الكابيتال نتاعك. على خاطر بور مو سامبل ريزون البنك فوزيت ان كليون بالنسبه لها هي، سي فوزيت ان بون كليون يساعدها باش تبيع. Les autres associés, si vous avez une idée, le hack idée, nous y allons faire flouche. حتى حد ميلاتيف ما تخافش باش تلقى جماعة الكل يجي يجي ويحب يحكي معاك بالعكس تولي تقلب الصورة تولي انت ماذا بيك تركز شكون اللي عنده الإضافة ريالمون بالحق شو حط اسوسي عنده ما يعطي ولا حكاية فلوس وبرك ودير نخدم كلمة برك عندنا الكلام بتاع خالد بوشوشة مثلا سيتي ان اتيديون في الانيم هذا في سيري لا دي يو ميدي مانيش باش نقولكم عليها توا. المهم الايدي نتاعو وصل نعطيك كاريمون شنو وصل باش الصورة تبدا واضحة على الاخر اللي كنت On avait fait une journée de technopole, je me suis dit. J'ai dit, c'est le Sikar BH. Madame Farid Afik, il y a déjà le crédit de Sikar. Il y a déjà le sac de flous, il y a un peu de flous. Il y a en face d'un massage. Il y a un peu de flous, il y a un peu de flous. Il y a un peu de flous, il y a un peu de flous. Il y a un peu de flous, il y a un peu de flous. Il y a un peu de flous, il y a un peu de flous. Il y a un peu de flous, il y a un peu de flous. Il y a un peu de flous, il y a un peu de flous. معناها ما تخافش راهو اذا كان عندك ايدي بالحق ايدي سيدي جوستيفي تو مارشي سي البروفيل نتاعك في هذيك واه لو بروبليم دو لارجون دي تيست بلو. بارك الله فيك ايمن. سامحني تفضل سامحني. بالنسبه للبنوك، البنوك سي سون دي بايور دو فون، البنوك يعطيو دي بري يعطيو طروف. Tout ce qui est prise de participation le capital de société, elle est allouée les SICAR. Donc, les SICAR, ce sont des sociétés d'investissement. Elle est généralement dans toutes les banques de la place. Toutes les banques ont un SICAR. Donc, je me مثلا الاس تي بي عندنا الاس تي بي سيكار تاعها، البي هاش عندنا سي سيكار، لا تي بي لا تي تي سيكار، جينيرالمون تو توت لي بونك عندهم لي سيكار تاعهم. سي جامي انت عندك ان بروجي ا مونتي وتحب اوسي بيان تاخو لو بري مع مثلا الاس تي بي وتكون هي بيد الاس تي بي كيما تقول انت بارتنير معاك في البروجي، نجم تصب اون دوموند دو فينونسمون للاس تي بي كبنك ou une demande de participation en fonds capital, l'STB SICA et SICA. Voilà. Merci. Merci, Saha. Fabesh, c'est un autre. المجال البيئي. شوف تو سكي لي زافونتاج والبريم لي زانسيتاسيون لانفستيسمون كل شيء البنوك راهم سون كيما قلت لك دي زيتابيسمون دو كريدي نعطيو دي زافونتاج نعطيو دي بري. لي زافونتاج هذوما ولي بريم اللي تحب عليه انت تتصل بالاداره الجهويه مثلا الكونسوني بها انت
عم فيها البروجي مثلا اذا كان مش عم مشروع فلاح تتصل لها فيه، اذا كان مشروع سينما مش تتصل لها فيها. دونك اي اداره هي باش تعطيك شو ما تعطيك اون ليست في ليزافونتاج والتشجيعات ومن ناحيه اللي نجم البروجي يتمتع بها. فهمتني واش نعمل؟ دونك تو سكي افونتاج ومنح تتصل بالاداره والديبلوكاج بعد لا سويت يصير انتغري لبنك. اما لي بنك ما يعطوش تشجيعات ما يعطوش. مجال بي مجال بي ويمكن التدخل نتاعو ينحصر في الاقتصاد الاخضر الانتربرونوريال. الاقتصاد الاخضر بحر طويت حكيت لنا في الباك دونك فما دي ديتاي. اذا كان نحكيو مثلا على تثمين النفايات دونك فما هياكل مختصه في المجال هذا. نقولوا مثال الان بي فما لونجيت نجبت على الامتيازات وكل اداره جهويه دونك عندها الامتيازات الخاصه نتاعها. فوالا احنا تو معناتها قاعدين نحضروا في ان جورني على نوت بنر فيري التام نتاعها هو مكرم التشغيل الاقتصاد الاخضر ما بين مركز اعمال ما بين الاداره الجهويه للتشغيل. نورمالمون باش تكون ان شاء الله في افريل بحول الله نقعدوا اون كونتاكت ونستضيف الجورني هذه تو تعرف برشا شو هو الاقتصاد الاخضر وشو هو الامتيازات اللي تنجم تتمتع بهم في المختلف كما قلنا احنا البروجي المشاريع الصديقه للبيئه. شكرا سي منير. تساؤل اختنا تفضل. عصام بربي شو بنسال اسكو بي تي اس اني مثلا البروجي تاعي نحب نكمل بريفي القرايه تاعي اسكو نجم معناها ناخذ قرض باش نكمل قرايتي بريفي في تونس والا البر. هذه في اطار مش مشروع اما مشروع شخصي ما سبقش معناها عطينا حاجات كيما هكا مي امكانيه وارده تمثل في انه تصير معناها كونفونسيون اتفاقيه نقولوا احنا بي تي اس مع مثلا وزاره التعليم العالي تصير اتفاقيه الوقت الحاضر لا نجم تصير اتفاقيه نوليو معناها نقولوا حوايج كيما هكا فهمت كيفاش مي الوقت الحاضر راه مش وارده الحكايه هذه فهمت اما حتى نقولوا مشاريع صغرى تبني مشاريع صغرى فيما يخص تشكيل فورماسيون حتى ساعات يجينا يقول لك نحب انا نعمل فورماسيون نقولوا ليش من فورماسيون قاعد فما دي فورماسيون سبيسيال كذا برشا فلوس ولا بيت نقولوا شي نقول لهم راهو اي رواد الحكي ما نجموش مش ممكن نفس الشيء فيما يخص معناها انسينيمون كذا مي شوف انت فماشي بوسيبيليتي مع لي سوسيتي ولا هما لي زونتربريز الكبار يوليو ينجموا هما ياخذوك اون شارج شركة كبيرة ما هو لك لونسينيمون سوبر شركة اي شركة ما نعرفش شركات كبار كيما نقولوا احنا ما نعرفش ديليز فيتالي ميبيتار سارتيكس تاخذ هي اون شارج وانت ما هو لك هي تعطيك معناها دي فون اللي تنجم تمشي تقرا بهم برا خاطر فما من بعد الامور نتاع توسكي ميسكاليتي نجم نحكي معناها احنا كبي تي اس كمؤسسة كبيرة لا مش ممكن. عندي سؤال بون اني عملت الباك نتاعي ان بتي بروجي الفكرة نتاعي نشوفها اني معناها نجم تبقى حظا تحت بس اني لما قريت قراية حاجة أخرى معناها الدومين نتاعي مش كوميرسيال الكل اسكو كيفاش باش نعرف معناها شكون ينصحني اسكو الفكرة نتاعي هيكي نجم معناها تبقى حظا تحت شيبل اني نتاعي مش كوميرسيال معناها نحب شكون نعمل فورماسيون ولا حاجة باش ما نفهم الدومين تاع الذكاء وهي تمشي اليوم معناها فلاحه وحمده. سي علي وسي منير شنو الفكره نتاعي معناها فما سوسيتي تتبناها و اني نشوفها معناها نجم تلقى الحظ نتاعها معناها كيفاش نجم نوصل الفكره نتاعي في الحوجه الاولى للسوسيتي هذوما باش نوريهم البروجي نتاعي خاطر مش حاضر هذا اما يسمى خدمت فيه شوي كيفاه نجم نوصل الفكره نتاعي لبيرسون هذوما ونحب شكون ينصحني. واضح كان عندك انت فكره في مشروع تحب الانسان وتحب تعمل تعمل تاب بالطبيعة انا دور التكوينية في مكاتب تشغيل فقط مبادرة تنجم انت تشارك فيها تقدم تعمل تيوب المهم وتشارك فيها. احنا ما نسمعوش بهم لا تو باش تقولي تسمعوا وخاطر الاشكاليه انا بكري نحكي انا سوسم الاشكاليه وين الاشكاليه
انتوما تلوا اللي معلوه. هي الإشكالية وين؟ الإشكالية يكون المعلومة والتنسيق ما فماش، هي كمعلومة أنتم مش قلت هاو اليوم يجيناك من هنا، أنتم ما تحبوش تجيونا غاديك، فما التشغيل موجود على جهة كاملة، ما مش قاعدين تتصلوا بينا، إحنا المعلومة موجودة راهو، كل صوبي ما مكان تشغيل ولا في الهيكل الآخر، إذا كان أنت ما تسعاش له وما تمشيلهاش وما تطلبهاش، سي با فاسي باش توصل لك راهو. إحنا اليوم هو تاد فما جورني، شوف أسباب تمشي عم جورني أخرى. إذا كان أنت ما تمشيش غادي تسير تشوف شنو فماش وتطرح إشكاليات وتساؤلاتك ما تلقاش إجابة. بالنسبة لك أنت كيف فما دور تكوينية في تصير جمعية التشغيل وفي فضائل المبادرة وإن شاء الله إحنا بينتو عندنا دور في خصال دور السيفي عندنا فكرة مشروع واضحة لكن يبقى التنسيق وتطويرها واليوتيوب نتاعها. إن شاء الله إن شاء الله في أبريل في أبريل إن شاء الله. نبغى نجيب أحبانهم ونعمل دموات ونديوكم ونشارك فيها إن شاء الله بإذن الله. أقول سي أسامة تفضل. المسؤولية كبرت اليوم عندك. ظهر لي هكاك. إيوه باهي. علاش كبرت؟ خاطر أنتم تو غدوة راهو الجورنيه هذه هي الجورنيه هذه البداية. هي البداية فوالا هذا هو. سي با لا فام معناها احنا معاكم أنتم سي منير تفضل سامحني خذيت لك الكلمة. تفضل فصل الله. دونك احنا غدوة علاش فالجورنيه هذوما معناتها خيرنا باش نتعاملوا مع جي سي لان هي باش تقعد تطور الفيزا بتاعكم نكون احنا صله الربط ما بين الهياكل المسانده وما بينكم انتم هذيك مرحبا بنا انا حسب فهمت كلامك ما تحبش تقول الهدية بتاعك وهذا يمكن فيها جانب التسجيل حاجه نقول عليها باهي احنا كشرطه في المداخله بتاع بكري قلت لك دونك برمي الخدمات اللي لازم نقدموها معنا حصص الارشاد والتوجيه دونك لازم تجيب حثاله للصوتك تعمل انسكريب ونوفروا لك ان اكسبير لزمتك ان اكسبير كوتش شو نشتغلوا لهنا؟ نشتغلوا ندبلوا سيكل البروجي نتاعك، شنو نطلب البروجي؟ فكره قابله للانجاز ولا ندبلوا الفيزابيلتي نتاع ليدي هذه، ومن بعد نمشوا نطلبوا ديزيتاب المطور باش نمر بهم، هذيك خطوه اولى. نصيحتك شو بصراحه كما احنا جيناكم اليوم غدوه انت اذا كان عندك وقت ما فيها الباس تمشي لمكتب تشغيل بحث اخونا علي واعمل نسكري ما تسالش، اعمل نسكري ومش على روحك. تمشي بحث اخونا ايمن، اعمل نسكري تمشي بحث سي كاظم، تمشي بحث سي فوزي، علاش؟ وسونتر في الحادثة. علاش دونك غدوة لو كان فما حاجة فما فورماسيون فما اون جورني أو العباد اللي شكون انفورمي هما جماعة الانسكري هذيك علاش دونك جرب المعلومة مهم ياسر هنا وهذاك علاش يمشي يدق البيبان ويعمل انسكري وراي غدوة المعلومة توصلك. في شرطة صغيرة. تفضل السي. احنا شوف ما يخلقناش كنت اسال برشا سؤالات بالعكس حاجة بعيدة بقولها نشوف من أراد مولاه سهل هذا الإكزامبل تاع سياح ما بدي شوية ولا نزلت الإكزامبل كي تشوف أحيانا تشوفون كل شيء جو دوموند سانسيرمون بدون حتى لف ولا دوران أنه جو بريفير أنه قولوا باش تقول لا راني ما سمعتش ما فهمتش إلا ثم عراقيل وإلا ثم صعوبات ولا السيستم مش باهي ولا حكيت هذاك الكلام بليتو أنت راك زاد بيونير أنت الرأي أنت اللول انت في المحك هي المهم انت هي اللي هز السلاح مش انت اللي قاعده تتصدى للحاجه وكذا نحب تكون مبادره من عندكم انتم كلمه مبادره ديجا انيشيتيف سبريد انيشيتيف روح المبادره تعني حتى بردي فوق انك انت تبدا انت تلوج انت تخطر وناكد لك واحنا خاطر نخدموا ليكيب بس كلنا نعرفوا بعضنا واصحاب وخيال وكل شيء ناكد لك ان لا بيرسون اللي يجي 1 2 3 4 5 فوق ولو حتى لي 5 فوق ما نعناش حتى حاجه اللي ما نتعلموا برشا ساعات لو ماكسيموم كون بدونيس في الفورماسيون على سيزيام يلقى الفازه نتاعو وهذه جورنيه هذوما باش نقول بكل موضوعيه وكل صراحه فهمتني احنا كان تلاحظ انا وترد باش نبروشي لفو بعدين نحكي وقت الاخ واش راني نعمل في قيود كل ما بعضنا فهمت شو معناها انا سكو جو دير معناها بالنسبه اللي كنت والباقي لهم خيال مي اترافير فو شوف اذا كان انت تبيتر انت باش تربح وانت باش تكمل البروجي نتاعك وانت باش تسمع وانت باش تراه الحكايه هذه الكل اذا كان ما تبدلش راهو سبحان الله فهمني لو برانسيب دو لا سيليكتيفيتي ناتوريال دي شوز فون كو السيد اللي قاعد متخبي وكذا وكل شيء سارتان دون الناس تنساه اللي هو متخبي قاعد الغادي فهمتني بار كونت الانسان اللي واضح اللي فيزيبل حتى كي تجي اوبورتونيتي رابيدمون شكون فلان حتى في صياد عندك فهمت شو قصدي؟ يعني أنا نتكلم حتى على تجربتي الخاصة بك الجمالية كنا نحكيو تكلمنا على تكنيك ساميو أنا يعني نسميها ساميو خاطر ما لقيت حتى تكنيك أخرى تسمى
سامي تبدا في البيت تبدا تعيط شكون تضرب شكون تاخذ. كما قلت لي ضغط صغير الناس الكل تسالوا راني عندي كذا وكذا. بكري كنا نحكي قلت له وقت اللي انت دون اكس ريزون نقول لك ما يسالش قلق في جاي سي كادر راني نحب ندخل معك في الساعه التقليديه نعمل كذا كيفاش نعمل؟ ما تخافش ما يردكش يفسد يجي غادر راني عندي فاست فلاح كيفاش تعمل؟ يجي منير شو مش قلت عندي كوتش ترى عطيني كوتش باش نعمل كذا كيما قلت للزملاء قالوا نحبوا نعملوا فورماسيون على ترانزيت اوكي هو الكلب قلت له شنو جاوبته صح؟ قلت له سيدي فوزيت 4 5 6 بيرسون سيدي نعمل لكم فورماسيون يجي المكتب التشغيل عنده مورين وسيفي وجاهل وما ادري شنو كذا تبارك الله خيرات فهمتني هذه زي ولهذاك نفس الاطار جو سوي انونسيون ريجيسي ناس كنت في ريجيسي ريت علاش خاطر الروح المبادره هذه بصراحه انا مش خاطر انونسيون ريجيسي تاع الوحيد التاسكيت هي مش كان التاسكيت ريجيسي هي وسيله ومدرسه للحياه ربما دو بيرسون جو بنيات كيما كي تلقى اول ما تقعد تبدا تلقى مسكين وما تنجمش تكون جمله صحيحه وتخاف وما تهزش الميكرو وتخلي سؤالات عندها هي وما تسالش وما تنجمش وفي الاخر انا نشوف زميلتها اللي قاعده بحذاها واللي تحرك وتمشارك وتشارك وكذا رياليزي سون بروجي وما تقلقش اذا ساعات تعذر بين دو تروا فوا تروح تروح باه اون ريبونس جوست اللي كنت والا تمشي دو تروا فوا وما تلقاش شخص يحس بيه وكذا هذا الكل ما يقلقكش فهمتني مي علاش نحكي في الحديث هذا الكل خاطر لاحظت في الكلام نتاعك انه من الباك ورثت صافي مده من الباك راهي